الاجنبي. نعم لا تبقى كولي بالربح، بالربح لمن؟ اللي سنهاجي. يلا هذا هو الهدف ربما. تدخل ممتاز والخطا نعم سبق الرجل هنا سيد الحكم كنت واضحا في هذه اللقطه من اللاعب رقم 20 مع طلع. احتجاجات من لاعبي فريق مولوديه البيض يؤكدون بان اللاعب لعب الكره ولم يلعب رجل اللاعب سنهاجي، ولكن دائما نقول بان التقدير ياتي للحكم، هو صاحب القرار الاول والاخير. والمدرب عثمان دائما في توجيهاته للاعب بالملك عازم عليه اليوم، معول عليه جيدا المدرب عثمان. والخطا القريب من مرمى الحارس بوزياني زكريا. الخطا لصالح شباب تيموش.